فما أجمل يا عبد الله، ما أجمل يا عبد الله أن تكرم نفسك بالإكثار من الصيام في شهر شعبان، مقتديا في ذلك برسولك وحبيبك صلى الله عليه وسلم، ومحييا سنته صلى الله عليه وسلم، ومبينا أنك تحب الصيام لأن ربك يحب الصيام. فها أنت وأنت مقبل على شهر يجب عليك أن تصوم فيه، وهو شهر رمضان، تبادر إلى الإكثار من الصيام في شهر قبله لا يجب عليك أن تصوم فيه، وإنما هو قلب محب لله، محب لما يحبه الله سبحانه وتعالى. واعلموا عباد الله أن من القواعد الشرعية في النوافل أن يفعل الإنسان منها ما يطيق وألا يمل نفسه. فأنت يا عبد الله انظر إلى حالك وانظر إلى ما تطيق أن تصومه من شعبان فصم، ولك في ذلك خير. فإن أطقت يا عبد الله أن تصوم أكثر شعبان، أن تصوم شعبان إلا قليلا، فذاك خير لك، فأنت تتشبه بخير من يتشبه به، تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحيي سنته. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأكرموا أنفسكم بطاعة الله، ومروا أهليكم وأولادكم بطاعة الله عز وجل، فإن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وإنها والله سرعان ما تنتهي. وإن العبد منا يا عباد الله ليمر عليه اليوم وهو لا يدري هل يدور عليه من الأسبوع، وإن العبد ليمر عليه الشهر وهو لا يدري هل يمر عليه من السنة الأخرى، ولكنه على يقين أنه اليوم في قدرة على أن يتقرب إلى الله بما يستطيع من العبادات، كما أنه على يقين من أن الموت قادم لا محالة، وأن الموت لا يدري أحد موعده، وإنما هو أجل عند الله عز وجل. ألا فلنتق الله عباد الله، ونسارع إلى طاعة الله، ونتسابق إلى جنة الله، لعلنا أن نكون من المفلحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.